المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. إجراءات إتلاف الوثائق المنتهية مدة حفظها. صدر الأمر السامي رقم 7 تقسيم 1379 تقسيم ميم في 21 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة بالموافقة على لائحة إتلاف الوثائق. يشكل الجهاز الحكومي لجنة إتلاف تحت إشراف اللجنة الدائمة للوثائق، تتكون من مندوب من الوحدة الإدارية، مندوب من مركز الوثائق، مندوب مختص بالتنظيم الإداري، مندوب مختص بالأنظمة. تتولى إدارة الحفظ الوسيط بمركز الوثائق في الجهاز مراجعة الوثائق قبل نهاية العام بشهرين لتحديد الوثائق المنتهية مدة حفظها وإعداد بيانات بها وفق النموذج الخاص من نسختين وإرساله إلى لجنة الإتلاف. تحدد لجنة الإتلاف مواعيد الإتلاف خلال مدة شهرين من بداية العام. تتولى لجنة الإتلاف فحص بيانات الوثائق من حيث المعلومات ومدة الحفظ وإعداد بيان بها نموذج 2 وتعبئة محضر الإتلاف نموذج 1 بعد اعتماده من اللجنة الدائمة للوثائق، ثم بعد ذلك إرسال نسختين موقعتين من النماذج مع نسختين من البيانات للمركز الوطني للاعتماد بعد التدقيق. يتولى المركز الوطني الآتي: تدقيق محاضر الإتلاف وبيانات الوثائق واعتمادها وإرسال النتيجة مع نسخة من المحضر والبيان للجهاز والاحتفاظ بنسخة لديه. تتولى لجنة الإتلاف بعد استلام اعتماد المركز الوطني بإتلاف الوثائق بالفرن مع مراعاة الآتي: استخراج الوثائق الأصلية المهمة مثل أصول الأوامر الملكية والسامية والصكوك وتعبئة نموذج البيان الخاص بها نموذج 3 وتسليمها للجهة المختصة، استخراج الوثائق التي عليها طوابع وأختام وتواقع وشروحات مهمة لكبار المسؤولين وتعبئة النماذج الخاصة بها نموذج 5 و6 و7 وتسليمها للمركز الوطني، اختيار عينة جيدة من كل نوع من أنواع الوثائق مؤقتة الحفظ وتعبئة النموذج الخاص بذلك نموذج 4 وتسليمها للمركز الوطني. حفظ محضر الإتلاف وبيان الوثائق المعدة للإتلاف حفظا دائما. إعداد جداول إحصائية سنوية وزمنية لعدد وحجم ووزن الوثائق المتلفة والمستخرجة والعينات للوحدة الإدارية والجهاز وفق النماذج التالية: 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15. هذه المعلومات إيضاحية فقط ولا تعد مستندا قانونيا. المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الرياض، الديوان الملكي، الموقع الإلكتروني www.ncar.gov.sa، البريد الإلكتروني info@ncar.gov.sa، حساب المركز على تويتر @ncar_KSA.